هون في شيء غريب على الباور سبلاي اللي انا شبكت عليه مشان بعطيني غير فيفث هارمونيك. بعرف ليش عمري ما شفت انه سبلاي يعطيني فيفث. هلا بعطيني عاده فيفث وسفن طبعا فندمنتال موجود. هلا اذا بتطلعوا هون هذا نفس الجهاز اللي معكم. هاي هون معطيني الار ام اس تبع الاي سي. لاحظوا مش ذاكره يا ار ام اس. خلص اوتوماتيكيا متى ما ذكر انه هذا الاي سي عاده بنفترض انه هذا ار ام اس. اذا ذكر الدي سي انه دي سي بنفترض انه ايش؟ افريج. وهون اعطاني هي الديستورشن فاكتور بس اعطاني اياها ك برسنتج فهذا 1.3% ديستورشن فاكتور. ايش الديستورشن فاكتور؟ ذكروا حالكم والاي 1 ار ام اس فاندمنتال على ال مستيك مش مضبوط 1.3 مضبوط هيك 1.3 هم تأكد من ايش طبعا مستيك ماكسيموم 1 لا اي مضبوط نسبة 100 1.3 يعني احنا كنا نقول انه الفاندمنتال على السيجنال مضبوط مش معقول انه 1.3 بس هون بالمية 1.3 بالمية بالمية بس 1% يعني هلا بنشوف تي اتش دي التي اتش دي منطقي 1.2% اوكي اللي هو راح يكون الفيفث على الفش غير الفيفث بس فالفيفث مربع تحت الجذر راح يضل الفيفث ار ام اس على الفاندمنتال اللي هو 1.2% منطقي وهي عندي هون الفولتج. هلا اذا بنطلع على هذا قديش تقريبا نسبته هون هذا حاطه هي هون مباشره. لاحظوا هون غريب انه فيش عندي غير فيفث بس عاده بتوقع اشوف فيفث وسفنث. من وين بيجوا الفيفث والسفنث؟ المصدر الرئيسي لهم سببهم؟ ايش بكون يعني الجهاز اللي عم بسحب عليه؟ 6 بلس ريكتيفاير 3 فيز يعني حاطط انا 3 فيز على 6 بلس ريكتيفاير بسحب الكرنتس اللي بسحبها عاده بتكون فيفث وسفنث. هي الفيفث وهون المفروض يكون السفنث ما في بالحاله هاي ما في. الفاندمنتال طبعا طالع اوف السكيل هون هو مركز هون مفرجيني هذا تقريبا هاي واحد هاي تقريبا اثنين وهو اكثر شوي من 1.2 يمكن هون 1.2 من هون اجى 1.2 1.3 كبرسنت حاطه مباشره كبرسنت من هون اللي هو 1.2% كثير سيئة صح؟ لا لا لحد 5% عاده مسموح. هي حتى نفس الويف هلا صعب انك تشوف بالويف فورم ديستورشن. مش شايفين شيء بالويف فورم ديستورشن؟ احنا صعب نشوف بالنظر يعني صعب انت تطلع على ويف فورم تقول هاي مختلفه شوي عن الساين ويف. صعب جدا غير ينعمل لها الفورير سيريز اناليسيس حتى تبينها. راح افرجيكم هون من سايت ثانيه فيها 5th و 7th و 11th و 13th اشوف اذا بقدر افتحها. هي هذه هون اذا بتطلعوا هدول هذه اوضح بكثير. هلا هون ايش عندي؟ واضح انه عندي 5 و 7 حتى ايش في كمان شوي؟ شوية دي سي لا مضبوط فيرست سكند ثيرد المفروض هدول 5 و 7 غريب. طيب هذا الفندمنتال في ثيرد وفيفث بدل ما يكونوا 5 و 7 وفي شوية دي سي كمان هون. المفروض انه نص دائما الواحد. والله انا صرت اشك بالسكيل انا شاكك بالسكيل هون ولا مضبوط؟ لا والله مضبوط هذول 11 13 مضبوط. هي 11 مضبوط مش 11 هذا هي 9 10 11 12 13 هي 11 13. من وين بيجوا ال 11 13 بشكل رئيسي؟ حكيت لكم المره الماضيه من 12 بلس ريكتيفاير. فهاي هون 12 بلس ريكتيفاير هذا وصل حوالي 5% 5% تي اتش دي شو يعني راح يكون؟ راح يكون هذا كبرسنتج تربيع زائد هذا كبرسنتج تربيع زائد هذا زائد هذا. وحتى هون بالحاله هاي في دي سي قريب انه دي سي يعني عم بسحب دي سي من السبلاي. حتى الويف هذه الويف فورم اللي طالعه من الاي سي في في من الكونفرتر اللي رايحه على اللود هاي هون من هاي هون الديستورتد سيجنال هاي الباور سبلاي. هلا هاي واضح لما تطلعوا عليها مبين انه فيها ديستورشن مبين انها مش بيور ساينوسويدال ويف فورم مبين انه فيها هارمونكس.
اوكي هاي يمكن نفس الرسمة اللي بدينا فيها بس الغريب انها لساها ثيرد وفيفث مش فيفث وسيفنث اوكي ماشي نعم